في الفترة الأخيرة مؤخراً لجنة الجنسية وحقوق الإنسان تكلمت هذه اللجنة بتصريح في الجرائد في كيفية معالجة من سحبت منهم الجناسي، وللأسف الشديد كانت وصمة عار لهذه اللجنة عندما تناست مكون رئيسي سحبت منهم الجناسي إلى أن استدركت، واستدراك كان غير مقنع وغير كافي. هذه اللجنة صراحةً جاءت لتحل مشكلة، بل زادت مشكلة وقلبت الأوجاع. حركت شيء اسمه الوحدة الوطنية، ما في دماء كانت هناك موجودة مختلطة، ما عرفت لا سني ولا شيعي ولا قبلي ولا حضاري، ما عرفت الأمور هذه كلها. تأتي هذه اللجنة وتحط أولويات، وين العدالة؟ أنا أطلب من الحكومة الوقوف والتكلم بشكل واضح أمام هذه اللجنة إن إجراءاتها غير صحيحة، وأن تكون هنالك شاملة للكل منذ من سحبت منهم الجناسي منذ بالثمانينات وما قبل. فأرجو من الحكومة أن يكون لها دور في هذا الرأي وفي هذا الموضوع. لا يجوز هذا الأمر.